السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اتمنى تكونوا بخير. الفيديو اللي فات كنا بنتعرف مع بعض فيه ازاي نعمل لمبة مضيئة ملونة باستخدام فلاش الموبايل. طيب، واستخدمنا فيه اي لون ايا كان معايا. دلوقتي هنستخدم اللون ده. هتوصل للعطار تقول انا عايز لون اصفر كناري، تمام؟ اللون ده يا جماعة جميل جدا وهنشوفه مع بعض. هنجيب ازازة زي ما قلنا، ايا كان ازاز او بلاستيك، ونملاها مية ونحط فيها اللون كده. بعد ما ضفنا اللون يا جماعة، بقى عندنا اللون ده الليزر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب، هنجيب فلاش الموبايل زي كده. طبعا هفصل فلاش الموبايل اللي انا بصور بيه. ودلوقتي عندنا الازازة الملونة والفلاش بتاع الموبايل، ايا كان فلاش موبايل او اي اضاءة زي مثلا اي لمبة اي فلاش. طيب، هنحط في الموبايل ونحط عليه الازازة. هيدينا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ما شاء الله اضاءة عالية جدا ومنظرها رومانسي وجميل جدا، بس طبعا مش هيبقى واضح في الكاميرا زي ما انا شايفه قدامي دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين عامل ايه في السقف. الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع، وطبعا ما تنساش عمل لايك للفيديو لو عجبك، والاشتراك معايا على قناة الاختراع المصري محمد عادل لمتابعة كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.